محاورنا مشاهدينا دائما نترك مساحة لشبابنا بمختلف المجالات، واليوم رح نركز على موضوع العمل الإنساني، إنه ما إله عمر محدد، والعمل الإنساني لمختلف الشرائح. واليوم رح خصصناها مبادرة رفقاء، يعني هيدي الرفقاء اجت من الرفقة، من الرفقة والرحمة، نكون فعلا احنا رحمانيين لأشخاص عم نتعامل معهم بمحيطنا. واليوم هيدي المبادرة خصصناها لنحكي فيها عن حجم العمل الإنساني لطلاب البكالوريا بالتحديد، وكيف هيدا تطور هيدا الموضوع ل يعني توسع وشمل أكبر عدد من الطلاب المحتاجين للدروس الخصوصية المجانية. بيسعدنا يكون معنا مؤسس مبادرة رفقاء حيدر علي. أهلا وسهلا فيك يا حيدر، نورتنا. سعد صباحك، كيفك صباح حيدر؟ تمام الحمد لله. أنت طالب طب أسنان سنة أولى. تماما. يعني خلصت بكالوريا. خلصت. خلينا نعتبر أنه هيدي المبادرة هي إجت من فكرة يمكن إحساسك بطلاب البكالوريا بمعاناتهم، ربما بصعوبة اليوم فعلا الدروس، وأنه المنهاج بده متابعة، بده تركيز، يعني فعلا بيحتاج إلى كم هائل ربما من الجهاز التدريسي. تماما. اي طبعا. اجت الفكره من عدد من الطلاب على الفيسبوك عم يسالوا اسئله، ما حدا عم يجاوبهم، ما عندهم قدره ماديه ياخذوا دروس خصوصيه او يسجلوا معهد. فهون فكرت على كثر البوستات يلي شفتها انه اعمل جروب واتساب وينضموا الطلاب. فعملت الجروب، ومثل ما قالت الانسه هون سميته رفقاء. فنشرت الرابط، انضموا الطلاب. حوالي شهر ونص ضلينا على وتيره انه نجاوب على اسئله الطلاب. كنت انا لوحدي هالشهر ونص، وصل العدد تقريبا 300 طالب. استمرينا هيك شيء 6-7 شهور، وصل العدد تقريبا ل 700 طالب. فهون طالب العدد مستفيد. طبعا فهون العدد صار كبير، ما بقى قدرتي انه جاوب على 700 طالب، صار بدك كادر. تماما. اذا واحد كل يوم واحد بده يسال سؤال كمية كبيرة. فهون استعنت بمبادرين، نشرت انه بدنا نحن مبادرين معنا بالمبادره يساعدوا الطلاب البكالوريا العلمي يجاوبوا على اسئلتهم. فانضم 8 مبادرين من مختلف المحافظات. اولتهم حسن ريا، هاد شاب كمان عم يدرس سنه تحضيريه، انضم لنا وعم يساعد كمان ولسه مستمر. وكمان معنا مهندس معلوماتيه هلا، محمد البشير من درعا. هلا. ومعنا كمان أبرار النجار من دمشق، وآية سرور من حمص، وقمر مختلف دويبري. المحافظات تماما. وقمر من حما. فكان العدد وصل تقريبا لثمان مبادرين. فهون ضلينا على وتيرة أنه نجاوب على أي سؤال يتم طرحه. وكنا نجاوب نحن، كنا وسطاء، كنا نحن اخذين بالمعاهد مسجلين دروس خصوصية، فكنا نحن دور الوسيط. هون السؤال، يعني انت المبادرة بلشت ب 7 نيسان سنة 22، يعني وقتها كنت يعني طالب لسات عم حضر قبل بكير، عم بتحضر وكنت تجاوبهم، يعني انت هلا يعني كيف كنت يعني كان عندك المعلومات الكافية وقادر انك فعلا تجاوب لهدول الطلاب؟ غالبا كان عندي المعلومات الكافية، يعني معظم الاوقات ما كنت اضطر اسال الاستاذ او هيك. واذا كنت اضطر احيانا بمادة الرياضيات شوي، فاسال استاذ ويجاوبني ورد له جواب للطالب اللي عم يسال السؤال. حلو. وهيك كان الشغل على 8 المبادرين اللي معي. هلا باعتبار انه كنت يعني مستجد يعني من خروجك من الشهاده الثانويه ودخولك الى الجامعه، هلا بدنا نحكي عن توسع هذه المبادره، مشاركه اساتذه اخصائيين موجوده بهيدي المبادره؟ تماما. بعد الزلزال والكميه اللي صار من حجم المعاناه والتقصير المعنويه والماديه عند الطلاب والتقصير، فهون قررت انه شوف اساتذه تساعد، لانه نحن كنا المبادرين اغلب من المحافظات منكوبه، فاضطرينا انه يكون في اساتذه تساعدهم للطلاب وتكفي تعويض الفاقد التعليمي تماما، وتاخذ عنا حمل شوي لانه كان الحمل كبير، لانه تاثرنا كثير معنويا في الزلزال. فهون نشرت انه كمان بدنا اساتذه تساعدنا، فنضم لمادة علم الحياة، نضم دكتور اسمه محمد عرابي من حلب، شرح منهاج علم الحياة. طبعا الأساتذة والدكتور هدول ما رضوا أنه يعودوا الفاقد بس، لا، رجعوا من المنهج من أولته لآخرته. حلو. حلو. وشرح كمساعدة منهج. صحيح. تماما. وأستاذ اللغة العربية أحمد قلعية، وكمان في عنا الماجستير بالفيزياء الأستاذ توفيق حمود، شرح منهاج الفيزياء. وكتير أساتذة اللغات.
يعني حيدر وقت اللي بتشوف فعلا هيدي المبادرة يعني بلشتها لحالك وبعدين استقطبت، سواء أنا كان استقطبت طلاب واستقطبت كمان دكاترة وأساتذة مختصين بالمناهج، هيدا الشيء قد ايه عطاك ثقة انه انت فعلا رح تستمر؟ يعني هلا يمكن السنة رح تطلع بالسنه الثالثة، رح تطلع بالسنة الثالثة بهيدي المبادرة، رح تعطي وتستمر على نفس الثقة اللي انت زرعتها ببداية هذه المبادرة. ايه اكيد الثقة موجودة وانوجدت هي بعد ما صار الزلزال اكثر، فصار الطلاب انه بدهم معين يساعدهم بالاسئلة، ففي مدارس سكرت لانه صارت مراكز وهيك، فبدهم انه معلومة تجيهم ويستفادوا منها. فهون كسبنا ثقة الطلاب كطلاب مبادرين وكأساتذة معنا عم يشرحوا المنهاج. وازدادت الثقة لليوم، لساتها مستمرة وفي مشاريع كمان جديدة عم نحضر لها. طيب هيدي الثقة كمان حيدر بتجي عن طريق انه التنسيق، اكيد رح يكون في وقت محدد لاعطاء المعلومات الكافية والشافية، بالاضافة للخطط يعني تنظيم الوقت بين الدكاترة، وقتهم يمكن ما يكون في تحديد وتنظيم وتنسيق بهذا الموضوع. تماما، التنسيق كوني انا كنت متفرغ شوي ومخلص منهج بكير، كان تنسيق بس انا عم بشتغل انه تنسيق بعد ما صار في اساتذة والكارثة، فانا كنت عم نسق انه مثلا الاستاذ الفيزياء انه اليوم رح يشرح درس الكذا، وبعدين بيجهز الدرس اللي بعده وبيرجع بيشرحه ثاني يوم، وهيك على مدار كل المواد. طبعا حلو. اكيد بمتابعه وتعاون مثل ما ذكرت حيدر. خلينا نحكي اللي بيهمنا النتائج، يعني كيف كان نتائج الطلاب بهي المبادره؟ النتائج كانت تقريبا مرضيه للجميع، يعني البلغ المستفيدين اخر شيء اكثر من 1500 طالب بعد انتهاء دوره 2023، في اكثر من 20 طالب دخل الافرع الطبيه. ما شاء الله حلو. واعتمدوا فقط على مبادرتكم ولا في طلاب المحافظات المنكوبي بعد الزلزال اعتمدت عليها؟ اعتمدوا فقط على المبادرة. وفي طلاب محافظات تانية اقل ضرر بالزلزال لا كانت استمرت بدروس الخصوصية والمعاهد، كانت عون تاني لهم بس. طب هاي السنة اذا بدنا نحكي على التوسع بناء على نتائج السنوات السابقة، الطلاب عم يشجعوا بعض، الكل عم يدل بعض انه هون في مبادرة مجانية، انه انضموا لإلها، حاولوا انه ينتسبوا، يعني الى هلا خلينا نقول الا هيدا اليوم مع يعني منتصف او نهايه الفصل الاول، كيف عم بتكون التفاعل مع الطلاب؟ التفاعل صار احسن من قبل، ما في داعي بقى نعمل اعلانات او نروج عنا، فصار انه الطالب مثلا عنده اخوه حتى يمكن اكتفيتوا عدد. ايه صار في هلا مبدئيا هي السنه صاروا تقريبا اكثر من 550 هي السنه لهي الدوره، فصار ما في داعي ان احنا نعلن او نحكي حدا مشان ينشر الاعلان او ننشر عنه، صار الكل بيعرف. تماما، صار الطلاب يعطوا لبعض الروابط، مثلا في مدرسه كامله تقريبا صار فيها من طلابه موجوده بالجروب، يعطوا لبعض الرابط ويدخلوا عليها. حلو. يعني حيدر كمان رح نحكي بجانب ثاني هو الجانب الانساني اللي شفناه من بعد الزلزال، يعني مثل ما تفضلت وقلت حضرتك، يعني هيدا الشيء، هذا التشبيك اللي صار وهيدا العطف اللي صار لنعوض للطلاب نفسيا وجسديا. تماما، هذا الشيء كمان قديه كمان عمل عندك حافز انه فعلا انك رح تستمر، يعني ما وقفت، يعني نحن اول شيء اخذنا الصدمه ولكن صحيح. انت كنت حاضر انه لا رح نعمل شيء لنعوض من شيء فقدناه بهيدي الكارثه. تماما، هون انه اجت فكره كمان مع الكادر التدريسي، عملنا جروب دعم نفسي فقط، كان في داعمين نفسيين ومرشدين. مثلا الطالب اللي عنده مشكله دراسيه تقصير يفوت مثلا هون انه نقول له شو يعمل، كيف يحط برنامج، ينظم دراسي، كنا ندعمه معنويا. طبعا هالشيء اخذ كثير وقت بعد الزلزال، تقريبا من اكثر من شهر لحتى العالم رجعت راقت صحيح وارتاحت شوي من المصيبه اللي كانت صايره. تمام، يعني فعلا هي يمكن بتصير عدوى، يمكن هيدا الموضوع، المبادرات الإنسانية، مغرب عنكم أنتم الشباب حتى عم تكونوا بأعمار مختلفة، اللي قادر فعلا عم يأسس مبادرة تطوعية عم يسعى قدر الإمكان. يعني التوسع المتوقع أنه بانضمام، بهمنا نحن الكادر التدريسي بالانضمام، هل في توقع أنه يتوسعوا أكثر انضمام عدد من الأساتذة لحتى تقدروا تقسموا العدد، يعني بيكون موزع على كل طبعا يكون في جميع الفئات مستفيدة بهذه؟ تماما، هي الفكرة رح تيجي إن شاء الله مع الأيام، أنه كمان يكون في للصف التاسع كمان مبادرة مو بس للبكالوريا العلمي. حلو، يعني هذا مشروعكم أنتوا رح يكون. تماما، ومبارح بعد قرار الوزارة بأتمتة المواد كمان صار في كادر رح يحط أسئلة مؤتمتة ونزلها مجانا للطلاب.
يعني احنا عم نواكب جميع المتغيرات. ويعطيك الف عافيه حيدر، بدي اتشكر هيدا الاحترام لذاتك، لانه فعلا تكون انت موجود بمعلوماتك وما تبخل عليهم لاقرانك. اول شيء من وقت ما بلشت بهذه المبادره، وبعدين انت صرت يعني معطاء بهذا الموضوع، وعم تحاول انك فعلا تستقطب جميع الفئات ليستفادوا من هذه المبادره. بدنا نشكر كل الكادر الموجود بمبادره رفقاء، من اكبر واحد لاصغر واحد، لانه فعلا نحن عم نعمل شيء منيح ليستفيدوا طلابنا بهيدي المرحله. اهلا وسهلا فيك هيدر علي. مشكورين جميعا، شكرا لكم، يعطيكم الف عافيه.